يعطيك العافية وهوية. لي عم يظبطني. طب اللي ضايع عليك بديات وجوج ترجع أحسن من الأول. يعني تليق بحارة الضبع. إنه على راسي. هاي المضافة أصلاً ما بتليق غير بالكبارية شرواته. أبا ضاي يعطيكم العافية. الله يرضي. مرحبا. خير واوي؟ في جوز كلام حابب احكيهم معه. احكيهم بسرعة لأنه بيضطروا على البيك. أبحاتي مو خرج يستلم الحارة. جحوا استلمها واحترقت المضافي. شو اللي عملوا؟ فاشوش انت اللي عم تمشي كل شيء. وما هي حلوة حدا بوجودك يحكي كلمة وحدة. بعدين الحارة لازم عقيد يدير باله عليها ويصونها ويلحش حاله على الموت كرمالها وكرمال رجالها. واوي انت مالك بهالحكي. خلص المضافه والله يعطيك العافيه. انا عم احكي مشان مصلحه الحاره عمي ابو ظافي. لا تخاف عمي، الحاره في مين بيعرف مصلحتها. انت ريح لي حالك وخليك بشغلك. الله وكيلك اني حبيت احكي كلمه هيك لوجه الله تعالى. ونعم بالله، بس ريح لي حالك. مشي عمي وتدرمل على شغلك. اهلي عمي ابو ظافي